السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير. مرة أخرى يثبت نظام الطغيان، نظام الجزائر، بعصبه وعصابته، يثبت مرة أخرى لا علاقة له بالجزائر. مرة أخرى يثبت أن لا علاقة له بالشعب الجزائري أصلا. ومرة أخرى تخرج علينا العصبة كما العصابات بخيارها في استمرار النظام، من أجل استمرار النظام وحكم الطغيان، على حساب صوت الشعب، على حساب إرادة الشعب، على حساب الملايين من الجزائريين بكل أعمارهم الذين خرجوا بقضهم وقضيضهم من صغيرهم إلى كبيرهم، بكل تياراتهم، بكل أوجوههم، بكل مناطقهم في الجزائر والخارج. خرجوا فعلا يقولوا لا للعهدة الخامسة، أي لا لبوتفليقة وآل بوتفليقة، ولا لعصب بوتفليقة وجماعة بوتفليقة، ولكن أيضا وبقوة لا للنظام كله بعسكريه ومدنيه، بهدوء وبحضارية عالية على نظام بأكمله، نظام يثبت يوميا بأنه مناهض للشعب، مناهض للتغيير الحقيقي، مناهض لإقلاع الجزائر، ومفضل كل الوسائل وكل الحيل من أجل الاستمرار بأي وسيلة. هذا هو النظام، هذه هي حقيقته. بوتفليقة، أو اسمحوا لي بالتعبير، الميت سياسيا وأخلاقيا، يخرج علينا على لسان إخوته وأزلامهم وعصبهم وجماعاتهم، يخرج علينا اليوم بقرار. هذا القرار وكأن الشعب خرج للشوارع من أجل أن يطالب بوتفليقة أو أن يستنجد بوتفليقة خلف الستار. ماذا تقترح؟ تقترح مدة أطول. النظام يريد أن يربح الوقت. النظام يقول أنا لن أقدم بوتفليقة لعهدة خامسة. متى كان آل بوتفليقة وبوتفليقة نفسه يحترم الشعب حتى يتنازل عن حل بوتفليقة وعصبته، وكي يرحل أولئك الذين أتوا به للحكم، الذين فرضوه في الحكم، والذين اغتصبوا الدستور واغتصبوا الجزائر وانتهكوا حرمة الشعب الجزائري. أعتقد أن الشعب الجزائري لا ولن يغير من طبيعته. هذه مهمة جدا. النظام لا يريد الذهاب وبطريقة سلمية، النظام يريد البقاء بعصبه وعصاباته. وماذا يريد في النهاية أيضا؟ بدل أن يذهب وتتحرر الجزائر وتحرر الشعب، يريد أن يفسد أطراف أخرى في المجتمع الجزائري، لأنه يريد أن يشركها فيما يسميه بندوته الباطلة، فيما يسميه بدستوره الباطل، فيما يسميه بحكومته الباطلة. وهو النظام يغازل، يا سلام، يغازل من؟ يغازل الشباب. وإصلاحات تتحدثون، ها؟ ألا تستحون؟ ألا تختشون؟ أليس لديكم حياء؟ أليست لديكم عزة؟ أليست لديكم كراهة؟ حطمتموه، كيف تصلحون عدالة جعلتموها تابعة لكم؟ كيف ستصلحون الدولة والدولة غير موجودة أصلا؟ ماذا تريدون؟ عن أي إصلاح تتحدثون؟ هذه مؤامرة خسيسة، مؤامرة منكم، ولكن الشعب يقلق، الشعب فاهم،
ومدرك هذه المؤامرة هذه وهذا الخلاط هذا، وسيكشفكم واحدا واحدا، وسيعري كل من يتحالف معكم في هذه المؤامرة. تقعد تنحي يحيى وتحط بدوي، تروح تجيب الأخضر الإبراهيمي، تروح تدير ندوة وطنية وتجيب فيها المشامشية، جماعة الكسكس والطعام وجماعة كدا وكدا اللي عايشين بالسونراك بالنهب العام، تروح واش راح تدير؟ حاب دير دولة بهؤلاء؟ إنكم مناهضون للدولة، إنكم مناهضون للسيادة، إنكم مناهضون للدستور، إنكم مناهضون للحرية. هذا فقط حددت الناس عنكم وحددتهم حتى أقول الناس وأنا جزء منهم، إنما قمتم بيوم ليس فقط عرا ولكنه بالحقيقة لا حدث، لا حدث، لا حدث، لا حدث، لا حدث ولا قيمة له عند الشعب. إن الشعب الذي تخاطبون اليوم ليس هو الشعب تاع 20-30 سنة الوراء الذي خدعته يا بوتفليقة منذ 99 وأنت تكذب، لأنك رجل ولدت كما ويحيى وغيره من الذين ساروا على دربك، إنكم ولدتم من الكذب، إنكم ولدتم من رحم النفاق، إنكم ولدتم من رحم الانقلابات، إنكم ولدتم من رحم غير رحم الجزائر، غير رحم الشعب الجزائري، غير دم الشهداء، غير الرجال المخلصين في هذه البلاد، وقد أثبتتم ذلك صراحة وعلانية. أنا لن أحدث الناس أكثر من هذا لأن ما قمتم به لا حدث كما قلت ولا قيمة له، ولكني أحدث الشعب ليثبت لكم أنه الشعب وأنه المصدر وأنه السيادة وأنه العزة وأنه الوطن وأنه الجزائر وأنه المستقبل، ولن يتراجع خطوة واحدة قيد أنملة عن حراكه العظيم الذي لم يبهر فقط الجزائريين في الداخل ولكنه أبهر الجيران والعالم. لقد أثبت الجزائريون للعالم أنهم على قدرة كبيرة من السلمية والحضارة، على قدرة كبيرة من أجل تغيير سلمي هادئ دون إراقة دم جزائري واحد. ماذا تريدون؟ ماذا تريد أيها النظام؟ هل تريد للجزائريين أن يحملوا سلاحا ضدك؟ لن يحملوه. هل تريدهم أن يعلنوا العصيان كما أردت لهم أن يعلنوه؟ لن يعلنوا عصيانا في هذه المرحلة، ولكن الجزائريين مصممون باش يكنسوك. تروح يعني تروح. لو كانت لديك كرامة أيها النظام بآل بوتفليقة وجماعات الجيش والأمن والمخابرات وكل الذين يدورون في فلكك أيها الفاسد المفسد من رجال الأعمال والفاميليات والعائلات والترافيكات والناس لزوق والجهويات، لو كانت لديك كرامة لانسحبت بشرف، ولكنك لا تحمل أي كرامة. أتدري لماذا؟ وأخاطب بوتفليقة، أي أخاطب السعيد وناصر وزهور وعائلة بوتفليقة كلها والذين يدورون في فلكها والقايد صالح وكل العصب في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والحكومة وأصحاب رجال المال الفاسد الذين سنفضحهم واحدا واحدا ونكشف للجزائر وأوامرهم وروحهم من الشعب وليس من هذا النظام الفاسد المغتصب. إنكم تعتقدون أنكم ستختبئون وراء القضاء، سيهاجمكم القضاة، وطنيون يرفضون 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 النظام وينخرطون، أنهم بالإمكان مرة أخرى أن يتلاعبوا بمصير الجزائر وشعبها، أن يقر هي الحقيقة البينة، هذه هي الحقيقة المطلقة، هذه عصابة تريد أن تربح الوقت لتحاصر الحراك، لتحاصر الشعب، لتقدم رشوة لأطراف أخرى يمكن أن
مشاريع النظام لتقدم النظام من جديد على طبق لمن سيخلفون بوتفليقة. وقد قالها في رسالته المكتوبة باسمه، حدد خارطة الطريق وقال هذا ما عليكم فعله. ألا تستحون؟ أليست فيكم ذرة كرامة؟ لديدة. وأطمئن الجزائريين، كل الجزائريين، أن في هذه البلاد رجال، أن في هذه البلاد نساء يناضلون ويقاومون ويفكرون ويملكون البدائل. الأمة الجزائرية ولادة ليست عاقل. النظام بفاه الشعب الجزائري باللي خلاص من غير النظام ما كاين حتى واحد، وكأن الشعب نهبت الثروات ورهنت مستقبل أجيال بكاملها بعدما هجرت وأفسدت وحطمت كل المنظومات. الشعب الشعب، فإما أن نكون شعبا وإما أن نكون الشعب وإما لن نكون، إما أن نكون أمة وإما أن لن نكون، إما أن نكون إرادة واحدة وإرادة الشعب من إرادة الله وإرادة الله لا تقهر، وإما لن نكون. والأيام بيننا في مقاومتنا الحقيقية لهذا الطغيان، لهذا الانحراف الكبير، لأن ما يقترحه النظام أخطر بكثير على الجزائر من مهزلة العهدة الخامسة ومن مهزلة ترشيح رجل ميت. يرشحون رجلا ميت ثم يتراجعون عنه لأنه ميت، ثم يقدمون لنا الرجل الميت على أنه يملك الحلول. يا رجل ألا تختشون؟ يا رجل ألا تستحي؟ رجل ميت تقولون بأنه لن يقدم نفسه لأنه مريض مقعد ميت، ثم تقدمونه على أساس أنه يملك الحلول. الحل في ذهابكم، الحل في القطيعة معكم،